السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنشرح الأنواع المتبقية من single phase induction motor. السكشن اللي فات أخذنا ال split phase induction motor، المرة دي إن شاء الله هناخد باقي الأنواع اللي موجود. عرفنا من السكشن اللي فات إن ال أنواع ال single phase induction motor بتختلف بناء على طرق ال starting بتاعته، إن هو not self starting بل لازم يعمل له طرق إن هو يبدأ يشتغل بيها. طيب، أول أنواع بتاعت النهاردة هو الكاباستور ستارت موتور. الكاباستور ستارت موتور ادي الدايره بتاعته، ادي المين وايندنج وادي الاكزيلري وايندنج، ماشي في المين وايندنج الاي ام وفي الاكزيلري وايندنج الاي ام، وادي الكاباستور محدود سيريز مع الاكزيلري وايندنج، وادي السويتش بتاعك اللي موجود في السيستم بتاعك. طيب هنا عشان اجي ابدا في الستارتنج بتاعك، في الستارتنج عشان اجي ابدا السويتش دوت لازم يبقى مقفول، فهتلاقي ان الاكزيلري وايندنج مع الكاباستور موجودين في حاله الستارت، ولكن بعد فتره معينه بروح جاي فاصل السويتش دوت واشتغل على المين بس. طيب ايه اهميه الكاباستور عندك هنا؟ الكاباستور عندك دوت اهميته ان هو زود لك الفيس شيفت ما بين الاي اي والاي ام، بالتالي اللي هي الفا ما بينهم، الفيس شيفت ما بين الاي ام والاي اي زادت معاك، فالتورك ستارتنج هيبتدي يزيد معاك، فده النوع ده يبتدي التورك ستارتنج يزيد معاك في السيستم بتاعك. طيب لو حبينا نشوف الايكوفلانت سيركت، او الايكوفلانت سيركت الموجوده عندك في السيستم تبقى زد واحد ام. لو فاكرين تو فيز اندكشن موتور في حاله الانسيمتريك ام بالانسد انسيمتريك كانت دي الايكوفلانت سيركت بتاعه، ادي زد واحد ام اهي، وايه زد فورورد، زد واحد ام وزد باكورد، وزد دي اللي بتربط الاكزيلري مع الاكزيلري والمين مع بعض. طب الزد دي هنا كانت عباره عن ونص الزد واحد اي في على الاي تربيع ناقص زد واحد ام. طب زد واحد اي هنا كانت عباره عن ايه؟ ار واحد اي بلس الار سي بلس جي اكس واحد اي ناقص الاكس سي. هنا الكباستور عندك في اغلب الاحيان او هو هنا يعني يبقى يديك عندك مقاوم، مش هيديك مقاومه، فبالتالي هيديك اكس سي بس هي اللي انا هبتدي استخدمها معاك. طرحت في الاكس في الاكسات الاكس اي اكس واحد اي ناقص الاكس سي، خلي بالك ان هي الاكس سي بتطرح من الاكس واحد اي. طب في حالة الرننج عندك، في حالة الرننج عندك ايه اللي بيحصل؟ السويتش دوت خلاص بفتحه، فبتدي الاكزيلري والكباستور يخرجوا من السيستم، فبرجع تاني للمين وايندنج، وترجع الايكوفلنت سيركت في حالة الرننج زد واحد ام نص زد فورورد ونص زد باكورد، بس الايه ادي هي الزد المعادلة بتطلع من السيركت، الفي ام هتساوي الاي ام في مجموع الامبيدنس دي. النوع التاني عندك هو البيرمننت سبليت كباستور، بيرمننت سبليت كباستور موتور. ايه الخلاصه فيه او اهميته ايه هنا؟ ان الكباستور بيفضل موجود معاك في الستارتنج وفي الرننج، مش موجود هنا اهو، مش موجود عندك السويتش ده، فموجود هيفضل كله موجود معاك، الكباستور يفضل موجود في الرننج وفي الستارتنج، فبالتالي الرننج والستارتنج هيفضل ايكوفلنت سيركت بتاعتهم واحده اهي اللي هي العاديه دي، ادي زد واحد ام وزد فورورد وزد دي وزد واحد ام وزد بي موجودين معاك في السيستم بتاعك، وزد دي عباره عن نص زد واحد اي على اي تربيع ناقص زد واحد ام، وزد واحد اي اهو زي ما شفناها في الستارتنج بتاعه الستارت كاباستور فو في النوع الاولاني، ار واحد اي بلس الار سي بلس جي اكس واحد اي ناقص الاكس سي. طيب في حالة الرننج في حالة الستارتنج عندك زد فورورد بتساوي زد باكورد، لأن عندك الاس في الستارتنج بتساوي واحد. طب الرننج عندك زد فورورد مش بتساوي زد باكورد، لأن لسه عندك تبتدي تختلف اس فورورد واس باكورد. طيب الكباستور هنا لما انا خليته موجود في الستارت وفي الرننج يعني ليه؟ يزود لك التورك بتاع الستارتنج وكمان يزود لك التورك بتاع الرننج. النوع الرابع عندك التو في التو فاليو كاباستور، معنى ايه؟ عندك اتنين كاباستور. طيب ايه الاتنين كاباستور بعمل بيهم ايه؟ في التو فاليو كاباستور عندك هنا اتنين كاباستور، في الكاباستور بتاع الستارتنج ده موجود سويتش، بس انا نسيت احطه، يعني هنا موجود سويتش اهو، وادي الكاباستور بتاع الرن، الاتنين موجودين بيرر مع بعض. طيب في الحاله بتاعت الستارتنج ايه اللي بيحصل؟ السيستم عندك بيبقى فيه سنترفيوجال سويتش قبل السي بتاع الستارتنج، سنترفيوجال سويتش دوت بقفله في حاله الستارتنج بيفضل مقفول، فبالتالي الاثنين كباستور سي اس وسي ار هيبتدوا الاثنين بارل مع بعض. طيب الاثنين لما تيجوا بارل مع بعض تجيب سي ايكويفالنت، تبقى عباره عن سي اس بلس سي
سي التورك بتاع الكباستور بتاع الستارتنج والكباستور بتاع الرانينج. هنا طبيعي كده انا استخدمت الاثنين كباستور ليه، او استخدمت التو فاليو كباستور في حاله الرانينج، الاثنين بيبقوا موجودين معايا. خلي بالك ان السويتش هنا موجود ومقفول. ايه الحكايه دي؟ انا بستخدم الكباستور زي ليه عشان يزود لي التورك بتاع الستارتنج بتاع السيستم بتاعي بتاع الموتور، بحيث ان انا اقدر استخدمه في ابلكيشنز محتاجه مثلا تورك اعلى شويه. طب لو حبيت اشوف equivalent circuit، equivalent circuit عادية خالص زي اللي فاتوا، ولكن هنا الزد ايه هتختلف معاك. الزد ايه عبارة عن ار واحد ايه بلس الار سي equivalent بلس جي اكس بلس جي اكس واحد ايه ناقص جي ناقص الاكس سي equivalent. خلي بالك هنا ان هي اكس equivalent، الاتنين الكباستور موجودين مع بعض، السويتش هنا موجود، سويتش الانترفيوجل سويتش هو مقفول، فالاتنين موجودين وبارالل مع بعض. ده في حالة الستارتنج. طيب في حالة الرننج ايه اللي بتدي يحصل معاك؟ في حالة الرننج السنتريفيوجل، طب لو حبينا نكمل في دي هتلاقي عادي اهو اللي هي دي بتاعت اللي فاتت يعني. طيب في حالة الرننج عندك ايه اللي بيحصل في السيستم بتاعك؟ السنتريفيوجل سويتش بتدي تفتح، فبتدي كباستور واحد بس بتدي موجود معاك في السيستم اللي هو تورك السي بتاع الرننج بس. اه هي نفس الرسمه ونفس كل حاجه ونفس القوانين، لكن يختلف معاك ان الزد واحد ايه تبقى عباره عن ار واحد ايه بلس ار سي بتاعت سي ايكويفالنت بلس جي اكس واحد ايه ناقص الاكس اكس سي بتاعت الرننج. اهي هتلاقي نفس الرسمه ونفس القوانين، بس الزد واحد ايه هتختلف معاك. السي ايكويفالنت هنا بقت عباره عن السي ار سي بتاعت الرننج. طيب لو رحنا نشوف القوانين اللي بستخدمها في حاله الستارتنج في حاله كل المسائل في حاله كل الانواع، الاي ام هتلاقي عندك في الفي على زد ام، والاي اي في على زد اي، والزد ام هتختلف من نوع للتاني. زد ام عباره عن زد واحد ام بلس الزد، وزد اي عباره عن زد واحد اي بلس الاي تربيع في الزد، والزد واحد ايه هنا تختلف معاك بناء على ان النوع فيه كباستور او لا. والزد بتاعتك اللي هي الزد بس كده عبارة عن زد فورورد او زد باكورد، اتنين بتساوي في الاخر بخليهم بيساوي زد، لان في الاخر الاس عندك اس فورورد تساوي الاس باكورد تساوي الاس عندك هتساوي واحد. طيب الكرنت بتاع السبلاي او اللاين كرنت يبقى الاي ام بلس الاي اي، ده في حالة الستارتنج والرننج. الكرنت ده بيساوي مجموع الاتنين يعني. نبتدي نشوف بقية المسائل اللي في الشيت بتاعنا. مسألة رقم أربعة بيقول لك 75% هورس باور، 220 فولت، 50 هرتز، 6 بول، بي اس سي. بي اس سي دوت عندك بيرمننت سبليت كباستور موتور از ذا فولوينج بارامترز، ده اللي فيه كباستور بيبقى موجود على طول يعني في الرننج وفي الستارت. معاك البارامترز بتاعته اهي، وديك الزد سي ناقص جي 133 اوم، ومديك الاي 1244 من 1000، ويمديك الفريكشن والويندج والكور لوسز 1.49 واط. ديترماين ايه بقى؟ ديترماين عندك الستارت تورك، الستارتنج تورك اند الكرنت، تشتغل الاول في حاله الستارتنج، وبعد كده موجود سليب 1/10 تجيب لي بعدها الانبوت باور والافشنسي والديفلوبد تورك. نشوف المساله بتاعتنا، ادي الداتا اللي هي جيفن معاك في المساله بتاعتك. نسمي الله، بسم الله الرحمن الرحيم. اول كده قبل ما هاجي اشتغل عندك في السيستم، انا عايز اروح اجيب زد واحد ام، دي حاجه طبيعيه يعني هتلاقيها عباره عن ار واحد ام بلس جي اكس واحد ام. طب زد واحد ايه؟ زد واحد ايه في الرننج وفي الستارت جه هي ليه؟ لان هو كباستور واحد وموجود على طول في الستارت وفي الرننج، او لان هو بيرمننت ستارت كباستور او بيرمننت سبليت كباستور. طيب بيرمننت سبليت كباستور لان هو موجود على طول يعني مش ستارت بس، ستارت والرننج. طيب ادي زد واحد ايه تساوي ار واحد ايه بلس الار سي بلس جي اكس واحد ايه نيجاتيف الاكس سي، اهو تطلع معاك في الشكل بتاعك ده. والزد سي هي مديها لك الامبيدنس بتاعتها مديها لك اهي نيجاتيف جي 133، اطرحها من الاكس واحد ايه يطلع معاك الزد واحد ايه 69% نيجاتيف جي 122.94% او. طيب زد دي عندك نص زد واحد ايه على ايه تربيع نيجاتيف زد واحد ام، ادي اهي جبت من هنا زد دي، جيب المقاومات دي عادي خالص اهي. بعد من كده هنبتدي نشوف هنكمل مسألتنا ازاي. انا في حالة الستارتنج او في حالة الستارتنج او في حالة الرننج الاكوفلنت سيركت في البيرمننت سبليت كاباستور موتور واحدة، ادي زد واحد ام وزد فورورد وزد زد باكورد وزد واحد ام، وادي زد دي وفي ام فورورد وفي ام باكورد. حالة الستارتنج عندك بقى ايه اللي هيبتدي يختلف معاك؟ زد فورورد هتساوي زد باكورد هتساوي زد، خدوا الاتنين برارل مع بعض، الار بتاعة الموتور
الار بتاعت الموتور داش زائد الاكس زائد جي اكس روتور داش بارلل مع جي اكس نوت، وطلع عندك قيمة الزد اهي الاتنين جيبهم بارلل مع بعض، وتطلع 7.82 بلس جي 5.55 اوم. طيب الاي ام عايز اروح اجيب الاي ام والاي اي، الاي ام في على زد ام، الزد ام عندك زد واحد ام بلس الزد، والاي اي في على زد اي، وزد اي عندك عبارة عن زد واحد اي وزائد الزد زائد اي تربيع في الزد، في اي تربيع معلش في اي تربيع هنا. طيب عندك في الاخر هنشوف الفيزور ديجرام ده جه ازاي. ادي زد واحد ام وادي زد واحد اي، واستحسن ان انتوا تحلوا بايديكوا برضو، متعتمدوش على الحلول دي، حلوا بايديكوا بس تعرفوا الافكار وتراجعوا الناتج مع بعض. طيب هتجيب زد واحد ام زد ام وتجيب زد اي، بعد كده تجيب الاي ام والاي اي، الاتنين دول لما تيجي تجيبهم هتلاقي ما بينهم في فيز شيفت. نرجع للمسألة اللي احنا كنا للرسم اللي احنا كنا رسمينها، ادي الفي هو الريفرنس بتاعي، وادي الاي اي، الاي اي موجودة ايه بالزاوية بتاعتها سيتا اي اي، وادي الاي ام بسيتا اي ام. طيب نكمل، دي زاويتها معلش دي زاويتها موجبة ودي زاويتها سالبة، خلي بالكوا ان في هنا اي تربيع. طيب نكمل، اهي جبت الاي ام وجبت الاي اي، روح جيب بقى التورك بتاع الستارتنج، عبارة قانونه عبارة عن اتنين في الار، اي ام في الاي، الاي اي على الاوميجا ساين الالفا، هنا موجود معاك الاتنين كارنتس الاي ام والاي اي، وموجود ما بينهم فيز شيفت، بالتالي هيبقى في تورك ستارتنج. الزاوية بتاعتهم اللي هي الالفا دي بجيبها ازاي، ادي اهي، روح شوف الزاوية دي الفرق الزاوية، روح شوف الزاوية الزاوية بين الزاوية ما بين الاي اي والاي ام، اهي الاتنين دول بالشكل بتاعنا ده هتبقى الاي السيتا دي زائد السيتا دي، هتاخدها ك ك ك كديجري موجودة معاك، مالكش دعوة اشارتها دلوقتي. ادي الالفا 81.55 بلس 41.73 يطلع 123 وشوية، والار بتاعتك هي الار اللي موجودة في الزد اللي هي الزد بتاعتك اللي هي بتساوي زد فورورد تساوي زد باكورد، ار بلس جي اكس الار هي اللي موجودة معاك دي، تحسب التورك ستارتنج بتاع السيستم بتاعك يطلع 3.49 نيوتن متر. الاي الكرنت بتاع الستارتنج الاي ال والاي ام بلس الاي اي اجمع الاتنين مع بعض. طب في حالة الراينج بقى المطلوب رقم بي مديك الاس بواحد من عشرة، وعايز البي انبوت والسيتا والتورك بتاع تورك ديفلوب الايكوفالنت سيركت هي في البيرمننت في الستارت والرننج، ادي الايكوفالنت سيركت هي. طيب روح احسب بقى زد فورورد جي اكس نوت بارلل مع الار روتور داش على اس فورورد بلس جي اكس روتور داش، وعوض وجيب نتيجة البارلل بتاعتهم 40.42 بلس جي 44.2 اوم. طب روح جيب الزد باكورد جي اكس نوت بارلل مع الار روتور داش على 2 ناقص الاف زائد الجي اكس روتور داش. المهم الزد فور الزد باكورد هي نفس الطريقه مش نفس الناتج، نفس طريقه الزد فورورد، بس الاس فورورد هنا تبقى هناك الاس باكورد اللي هي 2 ناقص الاس فورورد، وعوض وشوف الناتج تطلع معاك. جبت الزد فورورد والزد باكورد، محتاج بعد كده اجيب باقي الزدات اللي في المساله، اجيب الزد دي والزد واحد ام وجيبهم موجودين معاكم. طيب انا عشان اروح اجيب، لو رجعنا للسيركت بتاعتك تاني اهي، انا عايز اروح اجيب الكرنتس علشان اجيب الباور اللي انا عايزاه. الكرنتس بتاعتك عشان تجيبها شوف السيركت بتاعتك اهي، تطلع المعادلتين في ام فورورد وفي ام باكورد، شفناهم بنجيبهم ازاي او نقولهم تاني، في ام فورورد تساوي الاي ام فورورد في زد واحد ام بلس زد فورورد بلس زد دي، ناقص بقى الاي ام باكورد في الزد دي. طب في ام باكورد عباره عن الاي ام باكورد في مجموع ثلاث زدات، زد دي زد باكورد والاي والزد واحد ام، في ناقص بعد كده الاي ام فورورد في الزد دي، ادي المعادلتين اهم. روح احسب بقى في ام فورورد وفي ام باكورد من القوانين بتاعت قبل كده. في ام فورورد نص في الفي الفي ام ناقص جي في اي على الاي، وتطلع معاك 141.134 من الف زاوية سالب 38.79% فوق، وال في ام باكورد زيها بس بعكس الاشارة، ال في ام فورورد هي هنا بالسالب، ال في ام باكورد في النص اشارة موجب، تطلع معاك نفس الناتج بس بعكس اشارة الزاوية.
الاي ام فورورد والاي ام باكورد انا جبتهم في معادلتين. يعني ازاي الاي ام فورورد؟ لو رجعت للمعادله بتاعتها تبقى في ام فورورد على المجموعه الزدات اللي جنبها زائد الاي ام باكورد في الزد دي على مجموعه الزدات دي اهي، والاي ام باكورد عملتها بنفس الحكايه وعوضت وجبت معادلتين. بعد كده جبت عوضت في معادله الجدلت الثانيه اهي، جبت من واحد عوضت في اتنين، جبت الاي ام باكورد عوضت وعوضت هنا اهو، وبعدين جبت الناتج بتاع اي ام باكورد يطلع 0.3781 بزاويه 147.712 امبير، 712 ديجري امبير. دي الاي ام باكورد، خدها عوض معاك في معادله واحد تاني يجيب لي الاي ام فورورد. دي طريقه تعويض، طريقه عاديه اللي هي يعني معتقد في اسهل من التعويضات دي. او في طريقه اللي هي ايه، المعادلتين اهم اللي هم فوق اللي انت مطلعهم من السيركت فيهم ايه، في ام فورورد وفي ام باكورد، تمام. اي ام فورورد واي ام باكورد موجودين هنا وهنا. ممكن نجيب في ام فورورد في ام باكورد ونعوض بيهم، ادي ده يبقى ناتج ثابت وده يبقى ناتج ثابت. والاي ام باكورد الاي ام فورورد الثلاث زدات دول نجمعهم مع بعض ونخلي ناتج. والاي ام باكورد نفس الحكايه، الزد دي اهي برضو تخليها بالقيمه بتاعتها هنا، خلي بالكم من الاشارات. الفي ام باكورد ادي اهي الزد، اي ام باكورد برضو اهي موجوده الكونستانت بتاعها، ودي الاي ام فورورد وده كونستانت بتاعها. المهم احنا طريقه المحددات، طريقه المحددات الاول هتلاقي ايه، ادي اجيبها بطريقه الديتيرمن اللي كنا بناخده قبل كده. الديتيرمن الاولاني مثلا اقول دي هتساوي عندك الايه الكونستانت اللي قبل، بص الديتيرمنز دي عباره عن ايه، عندك كونستانت مضروب اي ام فورورد وكونستانت مضروب اي ام باكورد، وتحت نفس الحكايه الدي هتبقى عباره عن الكونستانت اللي قدام الاي ام فورورد هنا والكونستانت اللي قدامها هنا يتحطوا في الناحيه، والاي ام باكورد قدامها كونستانت هنا وكونستانت هنا يتحطوا في هنا. وبعدين ده الديتيرمن الاولاني، وبعديها عايز اجيب الدي، الدي بتاع الاي ام فورورد هتشيل البارامتر اللي قدام الاي ام فورورد وتحط الثابت اللي بتساوي المعادله هنا وهنا، في ام فورورد وفي ام باكورد في المعادلتين. وبعديها معاك الدي بتاع الاي ام باكورد، خد حط القيم اللي قدام الاي ام باكورد باشارتها عادي، ادي الدي ودي وتحطهم معاك بدل فينهم، فبي حاطط الفي ام فورورد والفي ام باكورد. وبعديها جيب الاي ام فورورد تبقى عباره عن الدي بتاع الاي ام فورورد على الدي، والاي ام باكورد عباره عن الدي اي ام باكورد على الدي. طريقه المحددات اللي كنا بناخدها قبل كده وطريقه المشي اللي في السيركت دي توصل. المهم وصلنا للناتج الاي ام فورورد الاي ام باكورد، حبينا نقول ان في طريقه ثانيه هي اسمها طريقه المحددات في حل معادلتين من مجهولين. بعد كده تجيب الاي ام عباره عن اي ام فورورد بلس الاي ام باكورد واجمعهم وشوف الناتج معاك. والاي ايه عندك ايه تطلع برضو جي اي ام فورورد على ايه ناقص جي اي ام باكورد على الايه، وطلع الناتج معاك. تجيب الاي ال عندك عباره عن الاي ام زائد الاي ايه، وتطلع معاك 3.67 بزاويه 4.12. تجيب البي انبوت عباره عن الاي ال في الفي كوزاين ثيتا، تطلع معاك 853 وات. وبعد كده اجيب البي جاب، انا بجيب ده كله ليه عشان انا عايزه اروح اجيب البي اوتبوت. طيب البي جاب عباره عن بي جاب فورورد ناقص بي جاب باكورد. خلي بالك هنا اختلفت شويه، اختلفت ليه؟ لان هنا الاثنين فيس موجودين معاك، فرجعت للقانون القديم اللي هو عباره عن 2 الاي ام فورورد تربيع في الار فورورد ناقص 2 الاي ام باكورد تربيع في الار باكورد، وعوض وجيب البي بتاعت الجاب. وبعد كده تجيب البي بتاعت الديفلوب، البي ديفلوب هي البي ميكانيكال اللي هي عباره عن البي جاب واحد ناقص الاس، عوض في السيستم بتاعك البي ميكانيكال او البي ديفلوب تطلع 644.9 وات. بعد كده عايز اروح اجيب البي اوتبوت عباره عن البي ميكانيكال ناقص شويه اللوسز الفريكشن والويندز والستري والبي بتاعت الكور، هو مديك مجموع الاربعه دول اللي هو فريكشن والويندز والستري والكور 41.9 اطرحهم من اللي انت جايبها بتاعت الميكانيكال تطلع البي اوتبوت 603 وات. تجيب الافشنسي باور اوتبوت على باور انبوت 100% تطلع 74.86%. روح جيب التورك ديفلوبد برضو باور ديفلوبد على الاوميجا ار. الاوميجا ار كنا حاسبينها من قبل كده في المطلوب الاولاني، او ممكن نقولها تاني. الاوميجا ار 2 باي على 60 في ال ان ار، وال ان ار انا ببقى جايبها
يا اما جيفن معاك يا اما انت بتروح تجيبها بدلالة ال NS وال S. تطلع معاك التورك ديفلوبت 6.158 نيوتن متر. نشوف مسألة رقم 5. نروح نشوف رأس المسألة الأول. مسألة رقم 5 بيقول لك 500 واط 220 فولت 4 بولز 50 هرتز 2 فاليو كاباستور موتور. 2 فاليو كاباستور موتور، خلي بالك ان هي النوع دوت فيه 2 كاباستور، واحد الاثنين بيبقوا موجودين في حالة الستارت، واحد منهم بيتشال في حالة الرننج اللي هو بتاع الستارت بيتشال وبتاع الرننج بيفضل موجود. طيب has the following parameters r1 m وال x1 m، وادي البارامترز بتاعتها ونديك جيفن ال a كمان. وبعد كده الروتيشنال لوسز بيقول لك ان هي 49 واط. كالكوليت الستارتنج تورك والكرنت اف ذا تو كاباستورز ان مع بعض مع ايكويفالنت كاباستور او ايكويفالنت كاباستانس 70 مايكرو فاراد. طيب نروح نشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة رقم 5 ادي الداتا بتاعتها اهي جيفن معاك. طيب الجديد فيها هو بتشتغل هنا على الستارتنج ومديك هنا بيقالك ان هو 2 فاليو كاباستور موتور اهو 2 فاليو كاباستور موتور. الاثنين عندك سي اس سي بتاع الستارت وسي بتاع الرننج بارلل مع بعض بقى سي ايكويفالنت 70 مايكرو فاراد عندك. طيب انا هنا تحتاج عندك من السي دي هتحتاج تروح عندك تجيب الزد بتاعت سي ايكويفالنت. الزد هتبقى عبارة عن الاكس باس اكس بتاعت سي ايكويفالنت اكس سي عامة واحد على اتنين باي اف سي. عوض عندك الاتنين باي ايه والاف بخمسين والسي معاك 70 مايكرو، يبقى تضرب في 10^6 هتطلع معاك 45.47 اوم. ادي جي ادي الاكس سي ايكويفالنت جي 45.47 اوم. منها تروح تجيب الزد واحد ايه ار واحد ايه بلس الار سي ايكويفالنت بلس الاكس واحد بلس جي اكس واحد ايه نيجاتيف الاكس سي ايكويفالنت ايه هتعوض عنها تطلع معاك 5.16 نيجاتيف جي 33.37 اوم. طيب ومحتاج معاك برضو زد واحد ام عبارة عن ار واحد ام بلس جي اكس واحد ام 4.2 بلس جي 11.3. طيب نكمل. جبت الزد واحد ام والزد واحد ايه روح جيب الزد دي زد تي نص نص في زد واحد ام زد في نص في زد واحد ايه على ايه تربيع ناقص زد واحد ام تطلع معاك 24% ناقص جي 20.78% اوم. عند الستارتنج بقى اس فورورد هتلاقي بتساوي اس باكورد هتساوي الاس هتساوي واحد. طيب من هنا هتستفيد ان زد فورورد هتساوي زد باكورد هتساوي زد اهو الاتنين هيبقوا متساويين مع بعض. برضو العادي بتاعنا اللي هما الاتنين بيرل مع بعض الامبيدنس بتاعت الروتور بيرل مع جي اكس نوت تطلع معاك 7.4 بلس جي 7.22. الاي ام بقى روح احسبها عبارة عن في على زد ام والزد ام خلي بالك هنا زد واحد ام بلس الزد روح احسب الزد ام معاك تطلع معاك 21.85% بزاوية 57.94% اوم. جيب الاي ام عبارة عن في على زد ام الفي 220 على الزد ام سيبها تطلع معاك 10.67 وزاوية 57 سالب 57.94. طيب الاي اي الاي اي عبارة عن في على زد اي ادي اهو زد اي عبارة عن زد واحد اي بلس خلي بالكم من اي تربيع اهي اي تربيع في زد عوض بيها تطلع معاك زد اي عبارة عن 28.67 بزاوية سالب 62.41% اوم. طيب روح جيب الاي اي اقسم من 220 على زد اي تطلع معاك 7.67% بزاوية 62.4 امبير. طيب نلاحظ هنا الفرق ما بين الاي ام والاي اي. الاي ام قيمته دايما بتبقى اكبر من الاي اي وزاوية الاي ام بتبقى سالبة بالنسبة للاي اي. طيب التورك ستارتنج هنا لو انا حبيت الاول ارسم الفيزور دياجرام ادي الفي معاك بزاوية هو الريفرنس بتاعك زاوية زيرو والاي اي زاويتها موجبة ترسمها والاي ام زاويتها سالب. طيب تورك ستارتنج عندك اهو عبارة عن اتنين في الار الاي ام في الاي في الاي اي على الاوميجا اس ساين الالفا. الالفا بتاعتك هنا هتروح تجيبها منين هي الزاوية ما بينهم الاتنين اجمع الزاويتين دول مع بعض مالكش دعوة بالاشارة تجمعهم كقيم يبقى 57.94% بزائد
62 ورا 41 من 100 تطلع 120 35 من 100. اروح اشوف التورك ستارتنج عوض بالقيم اللي موجوده معاك. الاوميجا اس عباره عن 2 باي على 60 في الان اس، والان اس 120 اف على بي، ما تطلع الاوميجا اس 157.8 من 100 راديان على سكند. التورك ستارتنج هيطلع 6.618 نيوتن متر. روح جيب الاي ستارتنج عباره عن اللي هو الاي ال، مجموع الاي ام والاي اي مع بعض اجمعهم يطلعوا 9.6 من 100، 64 من 1000 بزاويه سالب 11 و1 من 100 امبير. ده الكرنت بتاع الستارتنج. دي كده مساله رقم 5. مساله رقم 6 ايه؟ نروح نشوف راس المساله. بيقول لك فين في مساله رقم 6 بيقول لك تكملة المسألة 5 بيقولك calculate the motor efficiency عند الاس بتاعتك باتنين من مية if a running capacitor السي بتاع الران بس لوحده 20 مايكرو فاراد and also determine the output يوصف التورك، التورك بتاع الاوتبوت. طيب هي تكملة الخمسة هي نفس 5 بس الخمسة كانت في الستارتنج، 6 بقت في حالة الرانينج. نروح نشوفها. ادي اهي لسه عندك باتنين من 100 السي بتاع الرانينج بس 20 مايكرو فاراد. هتستفيد من هنا ايه؟ هي من نفس المساله كلها تو فاليو كاباستور موتور. انت هنا في حاله الرانينج موجود سنتري فيوجل سويتش كان موجود في الستارتنج واتفصل، ففصل عندك الكاباستور بتاع الستارت وبقى موجود السي بتاع الران. ادي السي بتاعه الران اهي، نجيب منها الاكس بتاع الاكس سي ران 1 على 2 باي في الاف سي بتاعه الران اهو، عوض بيها تطلع 159.15 من 100. تستفيد منها ان انت هتروح تجيب الزد ايه. طيب نكمل الاول عند الاس عندك بقى باتنين من 100، الزد فورورد يبقى لها قيمة مختلفة عن الزد باكورد، حيث ان الزد فورورد عبارة عن جي اكس نوت بارل مع الار روتور داش على اس فورورد بلس جي اكس روتور داش. الاس فورورد هتساوي عندك الاس اللي هي 2 من 100 وتطلع لها قيمة 111.46 من 100 بلس جي 176.87 من 100. طب الزد باكورد هي نفس طريقة الفورورد ولكن على الاس باكورد اللي عبارة عن 2 ناقص الاس فورورد تطلع 3.74 من 100 بلس جي 7.56 من 100 او. نكمل الزدات بتاعتنا. ادي زد واحد ايه اختلفت معاك، حيث ان هنا السي بتاعتك رانينج بس مش السي بتاعت رانينج، انت هنا في مرحلة الران ان السي بتاعك كباستور اتفصل معاك، فتطلع معاك عبارة عن 5.16 من 100 ونيجاتيف جي 147.5 من 100. روح جيب بقى الزد دي بنص زد واحد ايه على ايه تربيع ناقص زد واحد ام، عوض تطلع معاك 24 من 100 بنيجاتيف جي 72 من 100 72.34 من 100 او. في ام فورورد وفي ام باكورد انت تبقى محتاجهم برضو. ليه؟ لان انت هتكتب في المعادلتين الطوال اللي هما بتوع السيركت العادية لما شوفنا الايكوفلنت سيركت. طيب هنا لو رجعنا شوية في مسألة 5 اللي هي مسألة 6 بس في حالة الستارت، هتلاقي الايكوفلنت سيركت في حالة الران هي بتاعت الستارت، لكن الزد دي بتختلف بناء على قيمة الكاباستنس اللي موجود في الستارت. الكاباستنس ايكوفلنت الاتنين مع بعض اللي هم السي بتاع الستارت اهو مع السي بتاع الران، انما في حالة الران بس السي بتاع الستارت بيتشال وبيبقى موجود السي بتاعت الران، بس هي نفس الايكوفلنت سيركت. نرجع تاني لمسألة 6 اهو. يبقى القانونين بتوع في ام فورورد والفي ام باكورد هما نفس الحكايه عادي اهو، تعوض بيهم موجودين في السيستم بتاعك. وفي ام فورورد وفي ام باكورد هتجيبهم من نص في ام ناقص جي الفي اي على ايه وتجيبها وتعوض وتطلع بالقيمه بتاعتها دي. والفي ام باكورد زيها بس الاشاره بدل ما هي سالب تبقى موجب، يطلعوا الاثنين زي بعض في الماجنتيود بس الاشاره الزاويه بعكس الاشاره. وبعد كده عايز تجيب ال V I M forward ال I M backward بالطريقة المعتادة بتاعت التعويض دي، بس دي طويلة شوية، بس احسن انت تجيبها بطريقة المحددات، طريقة المحددات في حل معادلتين من مجهولين. طيب اسهل يعني من دي كده، وتجيب ال determine وتقسم ال D بتاع ال، تجيب ال determine اللي هو من الثوابت اللي قدام ال I M forward هنا هنا وهنا، والثوابت اللي قدام ال I M backward هنا وهنا، وبعدين تجيب الديترمن بتاع الاي ام فورورد وتجيب الديترمن بتاع الاي الاي ام باكورد، وبعد كده تجيب الاي ام فورورد والاي ام باكورد من خلال الديترمن بتاعهم تقسمه على الديترمن الاساسي اللي انت جبته في الاول، وتطلع الاي ام فورورد وتطلع الاي ام باكورد اهي.
طلع الاي ام فورورد وطلع الاي ام باكورد. وبعدين عايزه اجيب الاي ام عباره عن الاي ام فورورد زائد الاي ام باكورد عادي، والاي اي جي الاي ام فورورد على الاي ناقص جي الاي ام باكورد على الاي، الاي لاين مجموع الاثنين مع بعض الاي ام والاي اي، البي انبوت في الاي لاين في كوزين الزاويه بتاعت الباور فاكتور الزاويه بتاعت السيتا بتاعت الباور فاكتور اللي هي سيتا في ناقص زيتا اي، وتروح تجيب البي جاب زي ما كنا بنعمل قبل كده عادي خالص اهو، بي جاب فورورد ناقص البي جاب باكورد، والبي ميكانيكال بي جاب ناقص في واحد ناقص الاس يطلع لها قيمه، البي اوتبوت عباره عن البي ميكانيكال ناقص البي روتيشنال، والافشنسي اللي انت عايز تروح تجيبها عباره عن بي اوتبوت على البي انبوت، ونسبه تجيبها نسبه مئويه. التورك برضو عباره عن بي اوتبوت على الاوميجا ار، والاوميجا ار عباره عن الاوميجا اس واحد ناقص الاس، الاوميجا اس 120 اف على بي في 2 باي على 60 الاوميجا اس، تطلع لها قيمه راديان بير سكند. كده خلصنا سنجل فيز اندكشن موتور بكل الانواع بتاعته بمسائله ان شاء الله. اللي عنده اي اسئله يبعت يسال، مفيش اي مشكله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.